بعد مفاوضات دامت أياما، وقع وسط ميدان شباب الوزداد السابق بلال بن علجي على عقد مع نادي اتحاد الحراش يمتد لموسمين عشية يوم السبت، ليرتفع عدد المستقدمين في الصفراء إلى 5 لاعبين بعد أن نجح الرئيس محمد العايب في ضم كل من عاتق بكار، يوسف ياسين وفريوي. مصادر من داخل البيت الحراشي كشفت أن اللاعبين المقبلين الذين سيوقعون في الحراش هم كل من غربي وصالح بن عاشور، إضافة إلى لاعب وفاق سطيف طيبة، ليرتفع تعداد الحراشية إلى 9 لاعبين. بتعداد شبه مكتمل وبحضور كل اللاعبين الجدد، يواصل فريق اتحاد العاصمة تحضيراته لبداية الموسم الجديد. المدرب فيلود يشعر بسعادة غامرة كون التشكيلة لا تشهد أي إصابات في صفوفها، وقد عبر عن ذلك بقوله: On a très bien commencé le comment dire la préparation, je dirais de façon progressive. Là, on est dans une phase un peu d'endurance, de répétition technique avec beaucoup de répétition de gestes et de conservation du ballon. Maintenant, en partant en Turquie, on va passer à une autre phase. Sur une autre phase un peu plus tactique et un peu plus, je dirais, de puissance d'endurance. Mais c'est vrai qu'on est satisfait pour l'instant parce qu'on n'a pas de blessés déjà, premièrement, c'est le plus important. Et surtout, on a un groupe très réceptif avec aussi un peu des nouveautés dans le staff technique. Il faut que ça se mette en place, que ça s'adapte, c'est le début. Et je pense que aussi le stage à Istanbul sera très important pour la cohésion du groupe. Par le passé, c'était un peu notre force, donc on va cultiver cette notion de groupe et le fait de partir ensemble loin comme ça à l'étranger, faire des matchs amicaux contre des équipes qu'on connaît pas du tout, contre des grandes équipes d'ailleurs qui jouent la Coupe d'Asie, ça peut être très enrichissant pour nous. ويركز الاتحاد في تحضيراته على العمل البدني مساء والعمل الفني في السهرة، وهذا في موسم سيكون استثنائيا لأصحاب الزي الأحمر والأسود كونه مطالب بالدفاع عن الألقاب التي فاز بها الموسمين الماضيين، وخاصة لقب البطولة الذي سيبدأ رحلة الدفاع عنه بمباريات قوية أبرزها مباراة الافتتاح أمام وفاق سطيف. الاتحاد الذي دخل التحضيرات الأولى من الموسم الجديد قبل حوالي 10 أيام يحاول الوصول إلى المستوى المطلوب من خلال البرنامج الذي وضعه الطاقم الفني، والقاضي بإجراء تدريبات بمعدل حصتين في اليوم خلال شهر رمضان، الأولى قبيل الإفطار والثانية في السهرة، وهذا قبل أيام قليلة من التنقل إلى تركيا أين سيجري رفقاء القائد خولة تربصا تحضيريا تتخلله بعض المباريات الودية والتي ينتظر منها المدرب فيلود الكثير.